شيء بالشيء. يذكر كنا زمان في احد المناسبات البسيطه مجلس مثل المجلس هذا المبارك، نعم، طراه مقدمنا العزيز يم يقول جزاك الله خير، شارك، حاول، دل، ساعد، نعم، ما هو بلازم تجيب الكثير، القليل. الله الله، ومن دل على من دل على الخير كفاعله. الله اكبر، شاركته. نعم، الحقيقه كنا في مجلس مثل المجلس هذا، احنا والله مجموعه 25 منهم، جاء واحد يعني شريف من الاخيار شروا من يسمع الان شرواك الطيب، قال لي يا جماعه الخير فيه مسجد في حد الحارات يحتاج له الى ترميم، وش رايكم؟ زي ما تفضلتوا كل يبغى العمل الصالح، بس من هو اللي بيتكلم؟ قياده. من ايه صحيح، كنا ولا والله نحن كلنا كبار يعني محم، كلنا كنا بيض الله وجهكم وجه من يسمع. يا سلام، ومن يقول توكل على الله يا جماعه، ترى هذه فرصه، عاد بعضنا عزم بعض، اي بالله اي بالله، قوم. ما قمنا من مجلسنا الا يمكن اللي قد جمع ولا اللي قد اعتزع يمكن 220,000. ما شاء الله ما شاء الله، ايه يا اخوي تسبب. ويستلمها واحد من الاخوان المسجد اللي طبعا انسان ثقه شرى من يسمع. راحت الايام وراحت الايام، وسير انا واحد قال هذا المسجد، اعادوا ترميمه وعادوا شغلته. ما شاء الله، فانت يا الانسان حاول، ما تقول من فين وين، انا ودي اسوي بس ما في. والله يا اعمال الخير يا مسلمين واجد، اعمال الخير واجد، من صدقه صحيح، من فعل خير، ومن سؤال تسال، يا ناس انا عندي كذا، من اللي يعرف البيوت كذا، زي ما قال العم ابو صالح، متعففين كثيرين صحيح. كثيرين ما حد يدري عنهم. نعم، والدوله الحين اللهم لك الحمد يعني نظمت العمل الخيري. اي كان اول في نوع من يعني تقول عشوائيه، يعني عشوائيه وفوضى، الان ما شاء الله الجمعيات زي ما تفضلت منظمه. نعم، ان جيت مثلا جمعيات خيريه تهتم بالمساجد. نعم، تهتم مثلا بالايتام، الأرامل، جمعيات خيرية، في جمعية أبو تركي اسمها مسجد الطرق، جمعية مسجد الطرق. لا يا شيخ، اي اعرفهم اعرفهم، علموني والله، اسمها جمعية مسجد الطرق، يروحون بس متخصصين في الطرق. شوف كيف في ترميمها ونظافتها من إلى مرخصة تلقاها، مرخصة اي مرخصة تحت مظلة. كلكم واحد في الرياض زمان والله ما ادري عاد مستعد، عنده فرشات قديمة زينة. نعم، فرشات جديدة يعني استعمال بسيط، فأي يعلم بأي مسجد من ضمنهم. أنا كان عندنا مسجد اللي حين فيه، احنا في ساكن في لبن، الفرشة عدمت شوي وهي مسجد مؤقت صندقة، والمسجد ذيك الأيام يبنى فعل خير، الله يجعلنا وإياكم من هالخير. قلنا يا الربع نبي نغير فرشة، لقوات واحد، لا ما احتاج تغيروا، مسجدكم باقي عليها أيام أشهر بسيطة، بدل لكم على رجال يا سلام في الشفاء، خذ الفرشات اللي تبي. يا سلام، ونعود ناخذ لنا سياره انا واحد من الجيران ونروح نجيب فرشات في مسجدنا الى ان شلينا. يا سلام، وهي فرشه مستعمله. يا سلام، الخير ابواب الخير واجد. اي والله، الله يجعلنا واياكم ممن يفعل الخير يا رب. حتى مبادرات مع الجيران، اذكر يوم في العيد يوم ابراهيم استسلم، اي يوم في العيد اقترحت على واحد من الجماعه ان نسوي فطور العيد بعد صلاة العيد، إلى الآن أثرها علينا. وقال لي أنا معك يا ليت، واتصل بالإمام الله يجزاه خير الشيخ منصور الشتري، قاضي هو، قلت له والله عندنا فكرة، قال وش صار نسويها أول مرة تصير عندنا في الحي، قال يا ليت والله أنا معك يا ولد، ويعلم في المسجد الله يجزاه خير. كنا توقعنا احنا اللي بيفطرون معنا يا ابو صالح، يوم اقول له ابو صالح قال ابو صالح يمكن ما يجيك احد. اي والله سبحان الله، كنا متوقعين 7-8 يجينا ابو تركي. نعم، في الافطار فرشنا بعد صلاه العيد، فرشنا برا وكذا، ترى كان العيد الجو زين الصباح، كان صدق جو فوق 40. ما شاء الله، هذا من نعمه الله سبحانه وتعالى يعني. وقعد يشكروني الله يجزاك خير، انا اقصد حتى بعض الافكار اللي انت تاجر فيها يا اخي عبد العزيز، اقول مثل هذه الافكار ترى تؤجر فيها، مثلا تحت الباب هلك اقاربك، يعني اذكر خواتي كنا نتجمع بعد وفاه الوالدين الله يغفر لهم، تعرف احيانا بعد وفاه الوالدين تفكك الاسره، ما يصير باجتماع مثل اول، لازم ينبني اياها واحد يلم الاسره قيادي. اي فيوم كنا من زمان نجدي ثالث العيد الفطر نجتمع مع خواتي وكذا، ونجتمع اجتماع بسيط، قلت لخواتي ما يصلح ثالث العيد، ترى حالات العيد اوله صحيح اول يوم، ليش ما نسوي عيد وذا، وقلت لهم ما بدي الذبيحه عندي ويلا نتعشى سوا وكل شيء
وأول عيد والله اجتماعنا كان اجتماعنا أبو صالح بسيط. العيد الجاي لا صار فيه العيال والبزارين الحين صار ما عاد بعيد الحين الحين حفله كبيره والله حتى السنه هذه عرف سوينا عرض بروجيكتور والاطفال والهدايا ايوه عاد قال السنه الجايه لازم تسرع ما عاد يكفي البيت عالم جو من الشباب والصغار وكان في حفله كبيره كلهم من الاسره حقتكم فقط الاسره حقتنا يا راشد بن عبد العزيز الوالد الاحفاد والاولاد بقول لك فكانت يعني فرحه كبيره لما انت تبنى مشروع يقربك الى الله سبحانه وتعالى تفتح الباب وتفتح باب خير هو اللي احنا نحتاجه يعني لاقارب مثلا عيال عمك اخوانك فهمت قصدي مثلا تقول انت يلا تعالوا اول يوم عندي ترى بعد انطلاقه تكون بعدها انطلاقه اخوانك احيانا بعض الاسر تتفكك بعد الوالدين زي ما قلت القيادي والمطلوب يا سلام.